أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من البيت الكبير. البيت الكبير كل سبت الساعة 4 بنكون معاكم، بنتكلم معاكم عن الصحة والجمال، الثقافة والفن، الرياضة، الأطفال، كل حاجة بتهم البيت وكل حاجة أنتوا محتاجينها وكل اهتمامات البيت. النهاردة احنا معانا الدكتورة وفاء من أول الحلقة. بعد كم المكالمات اللي احنا جالنا الحلقة اللي فاتت، فقررنا ان احنا نعمل حلقتنا النهاردة مع الدكتورة وفاء بس عشان تاخدوا راحتكم في الأسئلة. الناس كتيرة كلمتنا وبتشتكي ان هي مش عارفة تسأل او يعني ما فيش مساحة ان احنا نرد عليها، فياريت النهاردة ان شاء الله نتمنى ان احنا نلحق ان احنا نرد عليكم وفي نفس الوقت يعني نجاوب على كل استفساراتكم. اهلا بيكي دكتورة وفاء. اهلا وسهلا بحضرتك. هنكمل اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ان شاء الله، بس النهارده هنقف يعني قبل ما هنكمل هنقف عند نقطه مهمه جدا. اتفضل. تنكح المراه لاربعه. تمام. واذا جاءكم من ترضونه من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. تمام. السؤال بقى دي الحاجات الجميله واللي المفروض ان احنا نبص لها. جالنا كذا حد او سؤال بيقول ايه بقى الحاجات اللي انا ما اقبلهاش حتى لو انا عملت خطوبة فعلا، وحتى لو انا عملت زي صلاة استخارة واقف لو ظهر لي اي حاجة من الحاجات دي لازم اقف. تمام. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وحرم على التخلق بأخلاقه من أراد تشتيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا سعيدة أن أنا مع حضرتك النهاردة، وكويس أن الناس بدأت تسأل كده وفي تجاوب. احنا فعلا ذكرنا المميزات او المحاسن اللي تجعل الرجل ينتقي المرأة، او المحاسن والمميزات اللي تجعل المرأة تنتقي الرجل. لكن في هناك عيوب نقول للخاطب ابعد او للخطيبة ابعدي، لان بتبقى في بعض بتظهر بعض السلوكيات. ويمكن دي كويس ان حضرتك فتحت الجزئيه دي عشان نقول كويس ان ظهرت بعض الامور اهو، عشان يا جماعه بنقعد نقول الخطبه هي وعد بالزواج مش اكتر، يعني ليس له حقوق كحقوق الزوج حتى لو كاتب كتابه. شوف، عشان الجزئيه دي ناس كتير جدا بتتحدث فيها. طب طالما كتب الكتاب وما عقدش، او ولي الامر او الاب، او ما قالش ان هو زفاف، قال ان احنا هنعقد قران ولكن مش هيبقى فيه زفاف دلوقتي. بالبلدي كده طول ما هي في بيت ابوها فهي في بيت ابوها، فهي في بيت ابوها تحت سلطه الاب. الله يفتح عليك. ليس له اي حقوق. ملهوش اي حقوق. ولا رحتي فين ولا جيتي منين ولا اي حاجه. هنتكلم في الكلام ده كله لان في مشاكل كثيره بالامور دي، فكويس احنا بنتكلم الجزئيه دي. طيب، في ظهرت بقى واحنا في فتره الخطوبه دي اللي بيقولوا فيها ان الراجل ده غريب وان المراه دي غريب عن هذا الرجل. هما الاثنين بيتعاملوا معامله الغرباء، ولكن بيدرسوا بعض، بيعرفوا المميزات والعيوب اللي ممكن ما تكونش ظهرت في اللحظه الاولى. هنبدا بالرجل. تمام. تمام. كذب نمره واحد، لان اي حاجه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيسرق الرجل أو المؤمن؟ فقال بلى. يسرق؟ قال بلى. أيزني؟ قال بلى. قال أيكذب؟ قال لا. فإذا الرجل دخل من باب أو عنده باب كده بيدخل ويخرج منه اسمه باب الكذب، ابعدي عن هذا الرجل فورا. نمرة اتنين، البخل، اللي هو مش بنقول الحرص، لان في بعض الناس بتبقى حريصه خوفا من المستقبل، خوفا من الزمن، عايزه تركن حاجه، عايزه تشيل حاجه، لكن البخل والشح البين ده ابعدي تماما عن هذا الرجل، لان هيدفعك انك يعني سالت السيده هند امراه سيدنا ابو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ان ابا سفيان رجل شحيح، فماذا افعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وابنائك. كثير من الناس ما بيفهموش هذا الحديث، وبتقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خدي، فتضطر بقى او مش تضطر، هي من منطلق هذا الحديث او الفهم الخاطئ لهذا الحديث تاخد
من ماله ما شاء لها. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بهذا الحديث اللي يعينها على الحياة هي وأولادها، أكل وشرب اللي يكفيهم. يعني احنا بنقول للناس، أنا آسف لقطع كلامك، نفرق بين البخل والشح وضيق ذات اليد، أو أن الدخل بتاعي يكون على قدي طبعاً وأنا افرض طموحي إن حد ما. لا، ما هنا في الاختيار قلنا في تكافؤ يا أستاذ سعود، خلي تمام. بالك من الجزئية دي. يعني أنا لو ارتضيت بهذا الرجل من اللحظة الأولى أن الرجل ده، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي إن شاء الله، من نذكر وصايا المرأة العربية إزاي ذكرت القناعة لبنتها وهي بتتزوج. فأنا لما ارتضيت بهذا الرجل، ارتضيت بهذا الرجل على أساس عنده يعني عنده ميزانية معينة أنا وافقت عليها. لكن افرض ان هو ميزانيته تسمح، ما هو ممكن يكون عنده ضيق ذات يد، ولكن برضو في بخل. ده البخل ده مش بيبقى مادي بس على فكرة، ده بيبقى بخل في المشاعر، بخل في الأحاسيس، بخل في العلاقات عموما. هيتعبها. لكن طبعا بنفرق تفرقة كبيرة ما بين زي ما حضرتك قلت ضيق ذات اليد، وبتعامل على قد الدخل بتاع هذا الرجل وببقى مقدره هذا، لان ولينفق كل ذو سعه من سعته. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي امرنا بكده، كل واحد هيصرف على قده، لكن ما يبقاش عنده بخل شديد ومقدرها على اهل بيته. ده تبعد عنه تماما، ولا الاسراف الزايد، لان برضو الاسراف الزايد ممكن يبقى عنده اموال كثيره وما عندوش القدرة على أنه ينمي هذه الأموال، بالعكس هيضيعها وهيتعب بيته وهيتعب أهل بيته. الغيور غيرة شديدة تمام، لأن هذا الرجل ما عندوش ثقة في نفسه، فبالتبعية هيتعب هذه المرأة تعب شديد. ما بنقولش ما فيش غيرة، لا، بيبقى فيه غيرة، والغيرة دي يعني الغيرة المحمودة دي احنا مجبولين عليها، دي موجودة اساسا في فطرتنا وفي طبيعتنا. لكن اذا وصلت الى حد، يعني انا حدي حضرتك مثال على بنت من بناتي، انا مخطوبة، الرجل بيطلب مني قبل ما انزل من البيت اصور له نفسي ان انا في البيت، واول ما اوصل شغلي اصور له نفسي ان انا في الشغل، واول ما ارجع البيت اصور لنفسي بالساعه وبالتوقيت، ويبقى فوقيه الساعه ان انا في طيب وصلت البيت، انا اقسم بالله هذا حدث، انا بحكي حاجه واقعيه، انا وصلت البيت عذرا يعني دخلت قضيت حاجتي، فاتصلت بيه قلت له انا اتاخرت عشان يعني عندي ظرف منعني ان انا اتصل في ساعتها، فراح مكلم والدتها يتاكد ان كان الكلام هذا. قلت لها يعني رغم ان انا مش من النوع اللي دايما يقول لا تفعل وبعيدي وسلمي ده مرض انعدام ثقه بقى، قلت لها اتركيه، لان هو يعني عنده انعدام ثقه في نفسه. معانا مداخله، اتفضل معانا استاذه رجاء، اتفضلي استاذه رجاء. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك استاذه رجاء، اتفضلي. الدكتوره مع حضرتك. اهلا بحضرتك، والله انا بشكر حضرتك جدا على استضافتك للدكتوره وفاء، وانا من المحبات جدا ليها، ربنا يا رب يجعل في وشها القبول. اللهم امين. يا حبيبتي بنطلبها على الشاشه يا رب ان شاء الله. جزاك الله خير، ربنا يبارك في حضرتك. ليكي اي سؤال طيب يا حاج رجاء؟ يا حبيبتي لو سمحت، يعني لو في الابن اختار انه يرتبط ببنت او البنت يعني اختارت والاهل مش موافقين وهو صمم، هل ده يعتبر نوع من العقوق للاب والام؟ ولا لازم يطيعهم حتى لو هو على مضض، يعني مصر ان هو يرتبط بالانسانه دي او هي مرتبطه بالشخص دوت، والاهل شايفين تمام غلط. تمام يا استاذه رجاء، هنرد على حضرتك حالا دلوقتي. اتفضلي حضرتك. دائما الاسره او الاب والام في الاسره بيبقى لهم نظره أكثر وعي وأكثر حكمة وأكثر تعقل، فأنا ما بحبش إن إحنا نوقف قدام بعض صدام. يعني إحنا بنقعد على الدائرة الترابيزة المستديرة كده، ونقعد نتكلم مع بعض في المائدة بتاعتنا دي ونتحدث، أنا شايف كذا 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 كذا، لا دي تنفع لا ما تنفعش، وناخد وندي مع بعض، وأخلي أمي تستخير وأنا أستخير، ويبقى كلنا سواء كانت الإبنة أو الإبن. لكن إن يبقى في قرارات، لا ده معناها إن ما فيش ترابط من الأول، في انعدام ثقة ما بين الإبن أو حاجز ما بين الإبن أو الإبنة والأهل.
هو ممكن يكون هو شايف ان هي حد كويس او هو مناسب، هم شايفين هو مش مناسب فهم بيصر من ما هو من انا عشان كده بقول ايه، احنا بنقعد مع بعض نتكلم مع بعض ونطرح هذه الامور ونشوف المميزات والعيوب وناخد مع بعض. لكن انا نصيحه وطبعا حتى لو كانت بنت والاب تعسف وليس النظره بتاعت الاب صحيحه، يعني لما بيوصل الامر ان الاب متعسف في الرفض بنقول ان في هذه الحاله بتذهب بس بتبلغ الاب بميعاد الزيجه وبتذهب للعم. لا تاني معلش الحته دي، ممكن تتكلم مع العم، تتكلم مع الاخ الكبير، ما فيش اخ كبير يبقى العم، ما فيش العم يبقى الخال، ما فيش حد من الكبار، هتروح لشيخ الجامع ولكن يعلم الاب بان هي ماشيه في هذه السكه. شوف حتى ليه حقها انها تختار وحق الابن انه يختار، ولكن انا زي ما بقول لحضرتك ما بحبش نوصل لهذا الامر ان احنا هنوصل للعقوق، لان الامر هيؤدي للعقوق في الاخر. انا بقول هو الخلاف يؤدي للعقوق، لكن هو في الوضع ده مفيش فيه عقوق، مفيش بس يعني عشان تبقى اموره وحقه. لا لا حقه وحقها، الاختيار ده حق الزوج والزوجه، ولكن بدون ان احنا ما نوصل الامور لهذا الامر. يعني بقول لحضرتك نقعد حوالين المائده كده مع بعض ونقعد عايزين نتكلم، عايزين ناخد ندي مع بعض، طب انتوا رافضين ليه؟ طب انا رافض ليه؟ اقنعك وتقنعني ونشوف الاتصال. مداخله بس معانا، مداخله من ام محمد الجيزه. اهلا بيكي ام محمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. مع حضرتك عايز اتكلم الدكتوره وفاء. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. ايوه دكتوره وفاء، حضرتك تقولي ايه تقولي ايه للزوج اللي الام تسيطر عليه وبيسمع كلام مامته وكده؟ طيب هو انا بس استاذنك توطي التلفزيون عشان اعرف اسمعك بعد اذنك. حضرتك الزوج الام مسيطره عليه. ماشي حاضر. طيب اتفضلي. طيب تمام. في حاجه تانية حضرتك؟ بقول لك هو ايه، اتجوز ثلاث مرات. تمام. اتجوز ثلاث مرات. تمام حضرتك. يعني في الثلاث مرات الزيجه فشلت بسبب تدخل الام؟ طيب هنرد على حضرتك. شكرا. هنرد على حضرتك حالا، اتفضلي يا دكتور. طيب نكمل الجزء الاولاني بتاع ونرجع لمحمد بتاع الحاجه رجاء. ففي الحاله ديت انا باخد الطرق، يعني ذهبت لحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احدى السيدات وقالت له ان ابوها زوجها بالاكراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم احضر الاب واحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بان تفسخ هذه الزيجه ابن عمها، فرفضت وقالت انها هتتمم هذه الزيجه حفظا لماء وجه الاب وحفظا لكرامه الاب، ولكن هي كانت بتعرف قومها وبتعرف الناس ان حق اجبرت على ده، ان حق المراه انها تختار. فانا ليا حق ان انا اختار، بس الاهل ليهم حق ان هم يشوفوا الانساب ويشوفوا. فلو الامر تعسفي وبعيد عليها تاني، الامر تعسفي بمعنى ايه؟ بمعنى ما فيش عيب يعيب هذا الرجل او البنت. النسب سليم، الاختيار سليم، التكافؤ الاجتماعي موجود، كل الامور، ولكن في تعسف في الامر. هقول لحضرتك في الحاله ديت يروحوا يتزوجوا ويبروا اهلهم. انا استاذه منى، معلش مكالمات كتيره. استاذه منى اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي استاذه منى، اتفضلي. الدكتوره مع حضرتك. ماشي، اهلا بيك وانا بشكرك جدا والله. الله يعزك يا رب. وبشكر الاب الوفاء. ربنا يخليك يا حبيبتي. ماشي ربنا يخليك. بص انا عندي سؤال. اتفضلي. انا مخطوبه. ربنا يتمم لك على خير ان شاء الله. يا رب يخليك يا رب. انا مخطوبه وخطيبي يعني متدين. تمام. معلش يا منى، يعني ايه متدين الاول قبل ما نكمل يا حبيبتي؟ يعني عارف ربنا. عارف ربنا. طيب كويس ممتاز، اتفضلي. وبصي هو يعني هو بينصحني وبيكلمني في التليفون انه ينصحني. تمام. وفي ناس يعني ايه، الناس ايه مش عاجبها ده، وفي سالت كتير انا. لا لا استني استني، مش عاجبه يا منى. لا نرجع شويه يا منى، هو بيكلمك في التليفون. نعم. بيكلمك في التليفون عشان ينصحك. في الله. يعني لو عملت مثلا حاجه غلط هو ينصحني، بقول له مثلا جلاح، يقول لي انا بقول لك كنصيحه اخو لاخته زي كده. مين بقى اللي معترض على الكلام ده؟ ما هو مفيش حد معترض.
هو بس ايه يعني انا سالت طيب بيقول ممكن لي الحرام. سؤالك يا منى حرام، عشان الوقت حرام يا منى انك تكلميه في التليفون ويكلمك في التليفون، مش هو ده السؤال؟ يعني انا عايزه اعرف ده. حاضر طيب يا حبيبتي، شكرا حاضر. شكرا حق حق شكرا حق ليك يا منى. الحقوق بين الخطيب والمخطوب. تمام تمام، اتفضلي يا دكتوره. طيب ففي الحاله ديت يبقى انا في الاخر بقول ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نعق ابائنا وامهاتنا. يعني نعمل اللي يرضيهم وفي نفس الوقت يعني مش التسليم كده، ده انا مره واثنين وثلاثه بس، لو الموضوع وصل الى انه امر تعسفي هتمم الزيجه بس هروح اقبل على رجليهم يرضيهم، اقبل على رجليهم يرضيهم عشان ما يبقوش زعلانين مني. طيب. ام محمد بعد كده كان سؤالها كان سؤال الاستاذ رجاء، ما ده الاستاذ رجاء اللي خلصنا. ام محمد اللي قالت لك ثلاث زيجات وبسبب تسلط الام. طبعا انا بناشد امهاتنا يعني خليكي حريصة على ابنك وعلى حياته وعلى كده بدون انك تتدخلي التدخل اللي يفسد حياته. وفي نفس الوقت بقول احنا بنسمع من جهة واحدة، ممكن يكون الام دي بتنصح والطرف الثاني مش مقبول كلامها. ما هو برضو زي ما بكلم الام زي ما بكلم بنتي بقول لها الام دي انت في يوم من الايام هتبقي ام، الام دي لها حقوق على هذا الابن، الام دي شايفه لسه ابنها صغير زي ما انت امك شايفاكي لسه صغيره. مهما كبر الابن ومهما كبرت البنت بيبقوا الاباء والامهات شايفينهم الطفل الصغير اللي هم ربوه بين ايديهم. معانا معانا معلش اتصال، معلش انا اسف بقطع كلام كتير. لا 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 ولا يهمك. اهلا بيكي ام رحيم، معانا ام رحيم من البحيره، اهلا بيكي اتفضلي. ازيك يا دكتور وفاء؟ اهلا وسهلا يا فندم. بعدين يا دكتور كنت عايزه اسالك على سؤال. اتفضلي. دلوقتي انا عندي 20 سنه ربنا متجوزه ومعايا طفل سنتين ما شاء الله. تمام ربنا يبارك، ربنا يخلي يا رب. الله يخليكي. فانا دلوقتي مش مرتاحه في ال... في ال... مش مرتاحه في الزواج حبيبه قلبي. طيب هلا حاول يكلميها تانية يا ام رحيم، ما كانش كده هرد، يمكن انا فهمت الى حد ما الموضوع. نرجع تاني لام محمد والام اللي تسببت في ان ابنها يطلق ثلاث مرات. انا ما ربما يكون الثلاث مرات مش نفس السبب، وربما يكون الاخيره هي اللي بتتكلم بسببها الحاجه ام محمد ان هي سبب الام. احنا بنقول للاثنين للطرفين اعتبريها امك، واعتبري الكلام اللي بتقوله لابنها دي نصيحه ما هياش اوامر وتدخل. وفي نفس الوقت بقول للام ما تتدخليش بالشكل اللي يثير المشاكل ما بين ابنك ومراته. يعني خلينا واقعيين ان في مشاكل فعليا بتحصل بسبب تدخل الام المستمر في حياه انصح الام تبعد يعني تبعد يعني مهم. يعني ما تبقاش الامور، ولكن خليني انا كمان ابقى واقعيه ومنصفه. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما دخل ولقى حاجه غلط في بيت ابنه، سيدنا اسماعيل قال له ايه؟ قال لمراته ايه؟ لزوجته قال لها لما يجي ابراهيم اسماعيل بلغيه ان ابوك بيقول لك غير عتبه بيتك. صحيح. يعني انا معنا انا طبعا مش مع معانا استاذه رهف من اسكندريه، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك تسجل لنا؟ انا بسجل. انا بشكرك جدا وبشكر الدكتوره وفاء، بس انا عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي اتفضلي يا رهف. ماشي. بصي انا متجوزه ومعايا بنت وولد، تمام؟ ويعني بصي انا معايا وتعبانه في حياتي الزوجيه مع حماتي وكده. يعني بصي انا والله العظيم يعني انا مش بظلم حد، بس هم يعني بيطلعوني ان انا بظلم وبعمل لهم حاجات يعني زي اعمال. انت عايشه في نفس البيت معاهم يا رهف؟ نعم. انت عايشه في نفس البيت معاهم؟ تمام اتفضل. معاهم. اتفضل. طيب. وهم بيطلعوني يعني ان انا بعمل لهم اعمال وكده. طب هقول لك على حاجه يا راح. ما تطلعي كده في لحظه كده صفاء ولحظه كده هدوء، ما تطلعي لام زوجك لحماتك وتقعدي معاها لوحدك كده وتقولي لها انت زي امي وانا بحبك زي امي، ولو عملت حاجه في يوم من الايام حقك عليا وسامحيني، وانا والله ما بعمل لكم حاجه، وانا لو عملت حاجه اتفهمت غلط حقك عليا، تعالي نبدا صفحه جديده. بص يا رهف، بالحب 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 كل الامور بتتحل، بالحب والاحتواء هتلاقي حماتك هي اللي بتدافع عنك في يوم من الايام. وصدقيني والله عن تجارب كثيره لكثير من بنات
وسيدات من بناتي واخواتي يمكن اكبر منك النهارده بيقولوا الحمد لله من فضل الله حولنا كل هذه المشاكل الى حب وعلاقه جميله بيننا وبين بعض. تمام، شكرا استاذ رهف. لا انا بصي اتفضلي. بصي يعني انا بقول لها يا ماما وبقول ما هو مش بالقول يا بابا. طب حلوه قوي أنا اقولها لهم بقلبي مش بلساني. أيوة. اتفضلي. هو حضرتك انت يعني ايه المشكله تحديدا اللي انت عايزه الدكتوره وفاء تديكي يعني رايي فيها؟ هم يعني بصي هم بيقولوا لي ان انا بعمل لهم اعمال وبكرههم. انا والله ما كده بالظبط ابدا. طب اطلعي قولي لهم كده، اطلعي الكلمتين اللي انت قلتهم لي كده. قلت لهم كذا مره. معلش اطلعي بس. بصي هقول لك على حاجه، اللي خلاهم يخش يدخل في دماغهم واعتقادهم انك بتعملي حاجه ربما تصرف مسيء منك، هم فهموه غلط او او او. انا خليني بس ايه لما ادخل عليهم بابتسامه جميله بهديه بسيطه حتى لو كانت بسيطه قوي، يا رب يكون كيلو برتقال بس، نخش عليهم واحنا مبتسمين واقول لهم انا جايه اعمل لكم الفطار النهارده وافطر معاكم، انا جايه اعمل لكم الغدا النهارده واتغدى معاكم، انا يعني بحب وهاكل من الاكل اللي انتوا بتاكلوا منه عشان تعرفي ان انا مش عامله حاجه ولا مسويه حاجه. يعني احتوي الامر وبالحب والله كل حاجه بتعدي بالحب. هتفتكري الكلام دوت بس لما تكبري شويه في السنوات الاولى الاختلاف في الطبائع ما بين الاسر وبعضها بيعمل مشاكل كثيره جدا جدا جدا. وقت ما الدنيا بتهدى وما بيبقاش فيه الصراع مين اللي هيسيطر ومين اللي هيبقى له الكلمه العليا ومين صحيح. اللي هيعمل ومين اللي هيعمل، النفوس بتهدى ويبدا يظهر المعدن الحقيقي بتاع البشر. فانت اتعاملي يعني اتعاملي بنوع من السلام الداخلي مع نفسك الاول قبل ما تخشي عليهم وتتكلمي معاهم في هذه الامور. خلي ابتسامه على وشك، خلي في ايديكي اي حاجه بسيطه، يا رب تعملي حاجه في بيتك طبق كده حتى لو بتاكلوا مع بعض في بيت واحد، اعملي في بيتك طبق رز بلبن واطلعي قولي انا عملت طبق رز بلبن وعايزه اكله معاكم. احتوي الامر وهتشوفي ازاي الدنيا هتتغير. وربنا ان شاء الله باذن الله يصلح لك الاحوال، لكن اوعي تنهي حياتك وتنهي بيتك عشان مشاكل ممكن نقدر ان احنا نحلها باذن الله. طيب احنا نرجع لمنا؟ لا ما احنا مش هنرجع لمنا، احنا معانا بس سؤال دلوقتي وصاحبه السؤال مش عايزه طيب تقول أوكي. اسمها فكنترول طيب. يعني قال عليه هي متزوجه وبتقول ان سحر واعمال وربط وفك وحاجات كده. فايه رايك يعني ده باختصار شديد قوي يعني للسؤال الربط ومش عارف ايه والحاجات دي. بمنتهى الامانه انا اسفه جدا يعني انا لا بصراحه احنا في الاخر انا بمنتهى الامانه مانيش في الطريق ده، انا مش بعرف فيه حاجه. انا كل اللي اعرفه ان السحر موجود، لكن انا جوايا قناعه كده مفيش حد قاعد فاضي لحد كده عشان يقعد يعمل له ويسوي له. قد يحدث بس انا اتغلب على هذه الامور ازاي انا شخصيا؟ يعني انا ممكن حد وحصل ايام حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل كتير. انا عندي مضاد حيوي، مش احنا بناخد مضاد حيوي لما يجيلنا امراض؟ عندي مضاد، المضاد اسمه ايه؟ اسمه اذكار الصباح والمساء. عندي التسبيح والذكر. معلش الجزئيه دي اصلا مهمه جدا. حصني نفسك حاضر، حصني نفسك واقرأي ولكن اي طرق تانية انا بجد ماليش فيها ولا اعرفهاش. تمام تسلم. اهلا بيكم مكريم من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. والله انا مبسوطه ان انا عرفت اشارك معاكم في البرنامج، والله بقالي فتره فين وفين ما وصلت لكم يعني. الله يعزك. منورانا يا ام كريم. اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك يا باشمهندس، ربنا يبارك لك يا دكتور. بقول لحضرتك وانا معلش انا عايزه اساعد صدري ليك منك بس. عايزه ايه؟ ساعد صدر. ساعد صدر مني. لا انا سامعه لحضرتك، اتفضلي براحتك. علشان الوقت لو حضرتك ممكن بس يعني تختصري لنا المكالمه. بص حضرتك انا بقالي 17 سنه بعاني من الألم. تعنيه وكده وحاجات غريبه جامد جدا. بتعاني من ايه حضرتك؟ لا هو استاذ سعود بيقول لك بالراحه يعني بسرعه مش بسرعه في الكلام. ما يعني هو اللي قال لي بسرعه. لا 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 كلمه براحتك. اتفضلي حضرتك. بتعاني من ايه بقى؟ بعاني من مرض بقالي 17 سنة. ألف سلام عليك، ربنا يشفيك يا رب. هو المشكلة إن في واحدة جت بيتي ورمت لي تراب ميت في الحمام، فأنا لقيته. طيب معلش أستاذة 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 أم كريم، يعني مش بتاعنا السؤال ده، أنا آسف. يعني أم كريم أنا بسمع بعد إذنك يا أستاذ سعود. لو الموضوع متخصص يعني مختص بأعمال وحاجات زي كده يعني أنا بعتذر لك. أنت أنا هقول لك على حاجة من غير ما تكملي، أنا عارفة إن في بعض الناس بيبقى حد يقول لهم حد بيعرفوا بأي طريقة إن في عمل اتعمل في البيت. حصني بيتك بالقرآن، حصني بيتك بالأذكار، حصني نفسك بالأذكار
يعني في امور كثيره نحصن نفسنا بيها. اذكري الله عز وجل، صلي على سيدنا النبي، استغفري ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ان شاء الله باذن الله يكتب لنا السلامه جميعا ان شاء الله. طيب التحصين القران والصلاه التزموا بيهم زي ما بتقول الدكتوره وفاء علشان نبعد عن موضوع السحر، ورجاء احنا مش هنعرف يعني مش هنعرف نفتيكوا فعلا في اي سؤال متعلق بالسحر والاعمال والكلام ده كله، احنا موجودين علشان نفيدكوا بخطوات وحاجات تفيدنا ويعني وتصلح البيت، وازاي ان احنا نقدر نقيم حياه سليمه بعيدا عن فكر الاعمال وبعيدا عن فكر السحر وما شابه ذلك. معلش دكتوره انا اسف بس هي كان لازم بس نوضح النقطه دي سريعا. مفيش مشكله. قبل ما ندخل لمنة الحقوق بين الخاطب والخطبه هنرجع تاني لتسلط الام. ايوه. طيب في امهات كتير قوي وخصوصا زي الحاله اللي كانت بتتكلم معانا او السؤال اللي جالنا اللي هو الزوجه اللي عايشه في بيت الاسره. والام في الحاله دي بتعتبر نفسها ان هي كبيره. ايوه كبيره البيت هي كده كده طبعا كبيره وهي البيت فعلا كده هي كده كده كبيره البيت، فبتنعدم الخصوصيه للزوجه. يعني هنا في الحاله دي بتنعدم الخصوصيه للزوجه. احنا انا يعني بنقول اللي لينا واللي علينا. دي حقيقه. انا هقول لحضرتك على حاجه. الابنه اللي هتقدم على هذه الخطوه من الزواج عارفه انها هتقعد في بيت عيله او عارفه انها هتقعد حتى في نفس الشقه اللي فيها الام. تمام. هو اكيد قال لها قبل الزواج انا هقعد انا وامي في معايا او انت هتقعدي معايا انا وامي في نفس البيت، او انا واخد شقه في نفس العماره اللي امي وابويا موجودين فيهم. هي بقى في الاختيار في الاول عندها القدره انها تستمر في هذا الامر ولا لا، وعارفه لو في البيت او في الشقه ربما مش في كل الاحوال بتنعدم الخصوصيه، ربما تنعدم هذه الخصوصيه. ده بي بي بيختلف باختلاف شخصيه الام وبيختلف باختلاف شخصيه البنت. تمام. معانا معانا سهير من القاهرة. أهلا بيك يا أستاذ سهير. طبعا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن أسأل الشيخة سؤال لو سمحت؟ اتفضلي يا فندم مع حضرتك سامعاكي، اتفضلي. طب حضرتك بقول لحضرتك بسألك على سؤال. وأنا بس مش سامعة كويس فحضرتك اتفضلي. ماشي. بقول لحضرتك دلوقتي في تطبيق على النت. تطبيق؟ بتكلم على الموضوع في دلوقتي. أيوة يا فندم. برنامج على النت. تمام. تطبيق على النت بيتكلم الناس بتخش بتسال اسئله وهو بيجاوبهم، اللي مين مزعله ومين بيكرهه ومين بيحبه. تمام. انا ما اعتقدتش في الموضوع دوت، فبعد كده سالت فدلوقتي بتجيني رسايل اللي هي بتحاول تخوفني يعني. أنا عايز أشوف الموضوع ده. لا أنا مش فاهمة برضه حضرتك. معلش يعني ثانية واحدة كده بعد إذنك. تطبيق على النت بتخشي بيخش عليه؟ لا بدون ذكر الاسم بعد إذن حضرتك. بدون الاسم، إيه اللي بيحصل بقى؟ دلوقتي بيخش بيعمل بأي بصمة عيل صغير وبيسأل سؤال مين بيحبني ومين بيكرهني والحاجات دي. لا ابعدي عن الموضوعات دي ربنا يخليك. خلي الناس كلها تعمل مشاكل مع بعض. انا ما اعرفهاش. ابعدي عن الموضوعات ديت، اللي بيحبك واللي بيكرهك واللي كده، الامور دي كلها انت هتعرفيها بالمعامله. عامل الناس كويس الناس هتعاملك كويس، حب الناس الناس هتحبك، ده اللي اعرفه. هو يعني هو ده مش ابلكيشن فتاوي ولا حاجه، دي حاجات بتبقى للترويج ويعني وعمل احصائيات يعني، فنخلي بالنا من الحاجات دي، حاجه مش مفيده فمالهاش لازمه يعني. معلش هنرجع تاني بقى. فهي البنت قبل ما تتزوج عارفه انها هتقعد في بيت اسره، وعارفه انها هتبقى في بيت عيله. خلينا نوصل لأسوأ حاجه، ان الام متسلطه، او بمعنى اصح ان هي عندها احساس انها تبقى الكبيره فتتدخل في كل كبيره وصغيره. هي فتره الخطوبه كانت ليه اللي عشان كده؟ تعرف شخصيه الام، تعرف شخصيه الابن، هل الابن هيقدر لا فترة طويلة بيركزوا الاثنين مع بعض والاثنين بيطلعوا احلى ما فيهم. بيركزوا في ايه؟ صح ولا بيركزوا في ايه؟ في تعامل. انا اقول لحضرتك فضل. لا مش في تعامل، يا ريت لو في تعامل هتوصل. يعني لو هي ركزت في التعامل بينها وبين خطيبها هتوصل. ده بيركزوا في امور ثانيه بعيده تماما عن هذا الامر. بخيل ولا كريم هتعرفيه لما يعزمك في حته ويشوف العزومه كان شكلها ايه. احنا انا اسفه في اللي هقوله، معلش واعذروني، احنا بنرخص بناتنا. احنا بنحط بناتنا في موضوع اختبار، وبنوضع بناتنا ان هم اللي يختبروا بنفسهم ازواجهم بطريقه ما هياش لا ليها علاقه لا بالشرع ولا بالدين، لا من قريب ولا من بعيد. ولادنا ما بيبقوش مؤهلين في هذه الفتره ان هم ينظروا بنظره
حياديه للامر، فاما كنتش هبقى انا واقفه جنبهم وابقى عارفه ومش عارفه من منطلق افعل ولا تفعل، وان انت انا الام او انا الاب وانا اللي لازم ابقى عارف بيتقال ايه، من منطلق الحب اللي لسه بتكلم عليه ان احنا نقعد كلنا مع بعض ونشاور في بعض ونتكلم مع بعض ونبقى عارفين الشخصيه وبنحللها مع بعض التحليل المنطقي، ما هوش تحليل مادي، ما هوش تحليل بيصرف كام وبيعمل ايه، الامور اللي احنا وصلنا اولادنا بيها، او ان احنا نتغافل عن علاقات ممكن تؤدي ان بنتي تبقى خسرانه وابني برضو هيبقى خسران في نفس الوقت. معانا ايمان من الجيزه. اهلا بيك استاذ ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. حضرتك ممكن اكلم الدكتور وفاء؟ مع حضرتك يا فندم، سامعاك. اتفضلي. حضرتك انا كنت متجوزه قبل كده. تمام اتفضلي. متجوزه قبل كده ومعايا طفل. فجاه اتقدم لي واحد اتقدم لي واحد كان متجوز برضه مرتين، فاخدته واتجوزت وقعدت معاه 4 شهور. والاربع شهور يعني كنت عايشه وحلوه، بس لقيته قلب فجاه وكده وقال لي ايه، انا عايزه اجيب كارد وتضمنيني. قلت له ماشي. فايه قال لي هتضمنيني؟ قلت له ماشي، لان اعرف ان الكارد اللي ما بيجيبوه بيروحوا البنك. فرحت مع يعني، قال لي لا البنك انا هجيب من تشاهير، فعايزك تنزلي على الورق ده. بلاش اسامي بعد اذنك، بس بلاش اسامي يا استاذه ايمان، يعني قولي حضرتك ان هو مكان احنا ما نعرفش المكان ده فعلا، بس قولي حضرتك يعني بلاش اسامي، بلاش تفاصيل بحته يعني. اتفضلي حضرتك. لا انا مش بقول اسامي، مش بقول اسامي يعني. طيب تمام اتفضلي حضرتك. انا بقول لها المشكله، فعايزه اعرف ايه يعني. انا قعدت 4 شهور بس، فنفسي ارجع مثلا وارجع لجوزي وكده، فهو ايه ما سالش. لا معلش، هي حكايه انت رحتي معاه الشركه عشان تضمنيه بالقرض، وبعد بقى كده ايه اللي حصل سابك؟ لا ده طلعت وصولات امانه. طلعت وصولات امانه؟ اه يعني انت مضيتي على وصولات امانه. اه تمام حضرتك. بعد كده بقى ايه اللي حصل؟ بعد كده لما جابني ايه، عمل معايا خناقه وجابني بيت ابويا وكده، وسابك. فلما جيت بيت اهلي، جيت مين اللي بيسدد القرض يعني دلوقتي، انت ولا هو؟ ده المهم بقى. لا ما هوش كارد على فكره، ما هوش كارد. امال ايه؟ هو طلع مش كارد، كتبك اصالات امانه بس. طلعت اصالات امانه. تمام شكرا. فانا ايه لما جابني بيت اهلي، عمل معايا مشكله وراح سلبت عليا وجابني بيت اهلي وايه. فلما جيت بيت اهلي قلت لهم، فتواصلوا مع ناس وراحوا جابوا لهم الوصولات، فاهمني؟ تمام اتفضلي. انت عايزه ترجعي له بقى؟ لما جابوا عايزه ارجع له. انت عايزه ترجعي له؟ طيب شكرا. الوصولات الامانه وصلتك يا حبيبتي؟ خلاص، فانت عايزه ترجعي له دلوقتي. طيب يا ميان تابعينا بعد اذنك. لا انا ما اقدرش اخش في نيته ايه بصراحه، لكن لكن انا ما يعني انا مش عارف نرد عليها، لان الموضوع مش باين، لان انا بصراحه يعني من طرف واحد، وانا ما اقدرش اعرف النيه ايه هنا، ولا اقدرش اقول لها ترجع له او ما ترجعلوش بصراحه. ربما يكون كانت نيته ان هو يعمل حاجه وبعد كده تلكك، زي ما هي قالت، ده هي اللي بتقول تلكك يعني، هي اللي بتقول تلكك. فانا ما اعرفش بصراحه، مش هقدر اتكلم في هذا الامر للاسف الشديد. نرجع، احنا وصلنا لحد فين؟ لحد اتصالات الام وفتره الخطوبه. انا بعرف الامور ديت، يا كمل يا ما كملش، ده اللي انا اعرفه. انما احنا بنقول ايه، يتفسخ خطوبتها، يبقى اسمها مفسوخ خطوبتها. افسخ خطوبه بنتي افضل من انها تدخل بيت بالظبط كده وما تعيش فيه. لكن اذا كانت الام لها الكلمه العليا فهي امي، انا خلاص ارتضيت بهذا الامر من اول يوم، بتعامل معها انها امي. يعني امي لو كلمت معايا وامرتني في هذا الامر حوافق، لو لان انا ارتضيت. انما لو انا مش راضيه من الاول، يبقى كان من الاول خلاص نهايه الموضوع، عشان بس نقفل الامور دي. لان كثير من بناتنا بيوافقوا، واول ما يتحطوا في الموقف العملي بنلاقي طلاق. لا، يبقى ما كنتيش وافقتي من الاول، والا انت قبلتي بهذا الامر من اول يوم، يبقى اقبلي للنهايه. واقبلي بايه بقى؟ مش بانك محطوط، انا اسف الله، في السكين على رقبتك. اقبلي بالحب والود، والله بالحب بنقدر نسيطر على كل الامور. لو انت مش قادره يبقى لك سيطره زي ما انت عايزه تبقي كده في بيتك وليكي كيان وليكي، في يوم من الايام هيبقى موجود، ولكن في يوم من الايام لازم هيبقى موجود. ولكن اكسبي هذه الام بالحب وبالود، اكسبي الزوج بالحب وبالود. مش بال ان احنا يبقى ندين وكل واحد فينا لازم كلمته تبقى هي اللي ماشيه. تمام. طيب نستاذنكم في فاصل، تابعونا هنكمل معاكم ومع الدكتورة وفاء عبد السلام. شكرا لكم.